أن تفعل ما يجعلهم سعداء وحضور أيا كان موقع النادي الأهلي وأيا كانت حظوظ الحصول على نقاط على نقاط الثلان على المساندة. الله على المساندة. سعيود بيلعب للكرة والتمريرة صارت أقصى اليسار. سعيود استلم يحاول فيها اللاعب الجزائري الرياضي. شوف اللقطة الماضية وشايف هنا التغطية من جانب رميمين متتاليين بدون خسارة. أرضية رأسية تأتي ولكن الكرة صارت مقطوعة صارت مرتدة. يا سعيود بيرسل الكرة تعود مرة أخرى من جديد في نص الملعب صارت مرتدة. هذا ما يريد نورمان. سعيود عدى. سعيود انطلق. سعيود صوب بيلعب للكرة. شوف المرور عدى من إيبانيز. الله يا سعيود صنعها حب يضمن. بترجع الآن في نص الملعب انظروا إلى سعيود. سعيود تحرك. سعيود دخل إلى الأجواء صنع كرة أولى وصنع الثانية لكن في ملعبه وفي منطقته أو نصف ساعة. هذا سعيود ودار. شوف عودة لاعبي الرائد الكل يعود. الكرة العرضية في مكان رأسية تبع لاعب روما لاعب أتلانتا. الكرة بتتحول من جديد في الجهة اليمنى والكرة بترجع عن طريق اللاعب سعيود مرة أخرى. سعيود صاحب أخطر فرصة في شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في شوط المباراة الثاني تشعر بأن المشهد ما زال من أول كرة فيها فرصة فيها انفراد فيها سعيود فيها تمريرة لكن فوزير يقطع الطريق. الكرة بالله تعود من فوزير بيلعب للكرة في مكان صارت خطرة. بيلعب للكرة في مكان. شوف سعيود لمنصور. منصور في الجهة اليمنى ولكن مقطوعة. الكرة تعود بعد ذلك من جديد. كرة من سعيود وصلت الآن من اللاعب بركاوي إلى سعيود. سعيود وتغيير الاتجاه أقصى مقطوعة صارت الآن مرتدة. سعيود رماها بحاجة ماسة حقيقية لمهاجم هداف.